بكل تكلمتش، قاعد نتفرج في العركة، سيرتو سيرتو سيد احمد بعد الكونسين اللي عطاه لنا على الحياديه انطلق على بركه الله. ايش قلت انا؟ قلت حتى شيء، قلت لك انطلق على بركه الله. شوف ايش نقول لك، المباراه نتاع الترجي الرياضي، انا جم جوان للصالحي في حاجه، اني ماهيش روبير، لانه الفريق المنافس هو فريق ضعيف، وحتى اللعبة معناتها بالرغم اللي تراجع على الورق خارج الميدان لكن يلعب في التيران تاعه قدام جمهوره، دونك على الورق معناتها مباراة ماهيش روبير. ثم رأيي الخاص، ثم بعض المؤشرات اللي تقول انه معناتها ثم تحسن بقدوم البلايلي الحقيقة، معناتها اسم معناتها فنيا تبقينا احمد مش صحيح، راه انه البلايلي بساق واحدة ينجم يلعب في البطولة التونسية، لا البلايلي يكمل بالريتم نتاع البوا زايد ولا معناتها ما يرجعش باش يجي وطراح، راه ماهمش كيما طرح البارح، راه باش تجيك جمعيات ماهيش كيما نتاع البارح. اون فابا فوار البلايلي يلعب براحته كيما البارح، راه انت قلتها، راه البلايلي يلعب ضد رياضه وشغل، هذه كلمتك انت، دونك ماهوش روبير. ماتش البارح متر، سامحني، ماهوش البلايلي عمل 3 كيلومتر البارح في الماتش، ماهوش روبير، لكن ماذا بيه يعمل زوز مونديال؟ تقول لي يا ماجد ما تكلمش جمله، خلي الاستاذ يكمل، خليكم تحكي وما قصيتش عليكم. دونك انا اعتقد انه ماهوش روبير ماتش البارح، الاسبيرونس مسؤوليها والفنين نتاعها يعرفوا ما يصلح بهم. حاجه برك انا نحب نحكي عليها، احكي عليها مروان، فيما يتعلق بالحارس مميش، يعني خلص لك عليه مسيد شو جاوبني، تشوف شي منسوب الثقه ولا بزايد عند مميش؟ اوكي الناس الكل قلنا تبارك الله عليه وما شاء الله عليه، لكن الغلطه تاع منسوب ثقه زايده، هذا ايش حبيت نقول انا؟ مميش غلطه المحيطين به، غلطة الإعلاميين وغلطة المحيطين. أنا وقت اللي نسمع البارح مرياح يقول مميش أحسن حارس في إفريقيا، نقول له كلمة واه مرياح، راك قاعد تهز وتصبت وقاعد تغلط في الطفل. غلطة البارح خاطر الطفل غلطوه في روحه أنتر جيمي وكذا، أوكي جارديان عنده مستقبل قدامه، لكن أنه يوصل، أنا البارح نسمع فيه مانيش مصدق، شنو مميش أحسن حارس في إفريقيا؟ تي جارديان تاع المروك اللي لاعب دومي فينال كوب ديمون، اللي لاعب دومي فينال كوب ديمون، سألوه قال لهم قاعد نتحسن. يعني شنو مميش تجي انت البارح مرياح تقول لما معناتها فرحان، ونبيل معلول قال عليها احسن مدافع في افريقيا، هو حب زعما يعديها مع عطاء. شوف الملاعبيه ذوما يظهروا كان في الربح، يعني راهو يعملوا ديكلاراسيونات كان في الربح، مميش في لازم يحميوه، طفل صغير يغلطوا في الملاعبيه، راهو يغلطوا في الملاعبيه. مميش البارح ولينا نحكيو على فيلم شامبيونز، خليه يكمل بعد خوف. مميش يلزم يحميوه من روحه دبور، وكيفاش يحميوه من روحه على منسوب الثقة هذايا؟ يحميوه من روحه بأنهم يوصلوا له معلومة اللي راه مازال يختم، وراي بلاصتو ماهيش سير، راه جارديان بشير بن سعيد، راه تنجم تحط في البنك. البارح الجمهور يلا بيان فيه باش يصفق له بور لو مورال سيتي تري بيان، لكن زادا مميش يلزمو يفهم اللي مازال ما عمل حتى شيء ويلزمو يخدم على روحه. دونك وعلى المحيطين به أن يكفوا على هذه الألقاب. شنو أحسن حارس في إفريقيا؟